السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كتاب على حاشية فقه العمران لعمر سليم، في سؤال: هل العمارة الإسلامية لها شكل محدد؟ يعني لما تقول عمارة إسلامية يبقى أنا هرسم حاجات معينة أو في شكل محدد؟ لا، لأن العمارة الإسلامية امتدت شرقا وغربا شمالا وجنوبا وسط أندونيسيا حتى الأندلس فترة طويلة من التاريخ. يعني حتى لو مسكنا بلد واحد مثلا زي مصر، فهنلاقي في العمارة المملوكية والعمارة الفاطمية والعمارة العثمانية العديد من العمارات اللي شكلها واضح ومميز واللي اتأثرت بالحضارات المختلفة. يعني لما جت هنا في مصر تأثرت بالحضارات اللي قبليها، ولما راحت الأندلس تأثرت بالحضارات اللي كانت موجودة ساعتها، لما راحت المغرب خدت برضو من المنطقة ومن الحضارات السابقة، وهكذلك في سوريا وفي العراق. وحتى لما جم في مبنى المتحف الإسلامي في قطر يرسموا الشكل بتاعه، فكان واحد ياباني فقعد يقول لك: طب انا هرسم ايه؟ طيب هاخد من الحضاره الاندلسيه ولا هاخد من الحضاره العثمانيه؟ ففي الاخر اخذ من الحضاره الطولانيه. يعني شاف المكان اللي الناس بتوضى فيه في نص مسجد محمد بن طولون، وخده هو رمز وعمل منه المتحف، لان ما بقاش عارف يختار. من اخصبه تخير او تحير. بس احنا عندنا في قواعد معينة، في قواعد معينة في التصميم، تمام؟ عندنا 4 قواعد للعمارة بنهتم بيهم. الأبعاد المختلفة في التصميم العمراني: الطبيعية، الإنسانية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية. فإحنا عندنا من ضمن أبعاد التصميم القواعد الفقهية الإسلامية أو الثقافة الإسلامية، وإحنا بنيجي نبني. ومش مقصود بها أبدا زخرفة الحيطة بقت من القرآن، أو في مبنى مبني على هيئة في صفحة قرآن مفتوحة كده ومكتوب فيها، لا. لازم بس في قواعد في التصميم، مثلا ان انت ما تكونش كاشف جارك مثلا، تمام؟ طيب قواعد العمارة الأربعة الأساسية اللي هي المنفعة والمتانة والجمال والاقتصاد. المنفعة ان المبنى يكون مصمم لمنفعة الانسان المناسب له، ما يبقاش باب قصير قوي فانت مش عارف تدخل، او سلم درجته كبيرة او محتاج تكييف عالي، او انت تدخل تحس بالحر. المتانة ان المبنى يكون مبنى عشان يستحمل ويعيش. الجمال ان انت اول ما تشوف المبنى من بره ومن جوه تبقى مستريح، تحس براحه نفسيه من تناسق الالوان. يعني النقل عن اسمعي ان هو لما وصل الطائف قلبه كان ينضج بالسرور من شده الجمال بتاعها ومن شده ان البيوت متوسعه واسعه. المارخ كبير جوستاف لوبون بيقول عن قبه الصخره: إنه أعظم بناء يستوقف النظر إن جماله وروعته مما لا يصل إليه خيال الإنسان. طبعا اللي كان أمر ببنائه أو كان في فترة بناء عبد الملك بن مروان، فكان هو أمر 2 بالبناء: رقاع بن حيوي ده اللي هو كان وزير لعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن سلام. ومن الأبعاد الأخرى الإقتصاد، إنهم ما يكلفش كتير أو زيادة عن اللزوم، ما تبقاش فيه إسراف وبذخ من غير طاقة. وإضافة إليه العمل بالمبادئ الأساسية مثل تحكيم العرف ولا ضرر ولا ضرار، دفع المضار وجلب المصالح، ضر المفسدة مقدم على جلب المصلحة، حسن الجوار وعدم الارتفاع بالبناء على الجيران إلا بالاستئذان، تجنب الاختلاط وعدم فتح نوافذ تطل على الجيران، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض، ارتكاب أخف الضررين. دي الحاجات دي هنناقشها بالتفصيل بعد كده. العرف هو اللي اتعرف عليه أهل المكان وسكان القرية أو المدينة، وهو اللي استقرت عليه النفوس بشتى العقول وطلقاته والطباع بالقبول، وهو ممكن يختلف من مكان لمكان. الكاتب المعماري الأمريكي ألبرت بوشن براون في كتابه فن العمارة الأمريكية بيقول إن الفن المحلي هو عبارة عن مسلمات جمالية ارتضاها المجتمع نفسه، فأوجد مفردات خاصة به تنبع من متطلباته وتعبر عن احتياجه ضمن قدراته المالية. واعتمد الفقهاء على ايه؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وحديث عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طيب في قاعده ثانيه عندنا: لا ضرر ولا ضرار. ده حديث رواه احمد وابن ماجه. فالقواعد الفقهيه في الضرر ان الضرر يزال لو في حد بنى حاجه بيضر جاره، مثلا عمل سد يمنع الماء عن جاره، الضرر يزال. الضرر لا يزال بمثله، يعني ما نشيلش ضرر بضرر اكبر. الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف. الضرر لا يكون قديما. يحتمل الضرر الخاص دفع ضرر عام. الضرر يدفع بقدر الإمكان.
وفي ابن عاصم كان قال في تحفة الأحكام باب الضرر وسائر الجنابات، بيقول لك إيه: ومحدث ما فيه للجار ضرر، محقق يمنع من غير نظر، كالفرن والباب ومثل الأنظر، أو ما له مضرة بالجار. ومن ضمن القواعد: لا يرفع المسلم بناءه عن بناء أخيه إلا بإذنه. وعن حق الجار قال صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا أن يأذن. الهواء والشمس، ده حديث رواه الطبراني. فالإسلام لم يحرم رفع البناء وتشييده، الإسلام ما فيش تحريم إن أنت تبني 100 دور، بس هو اشترط إن أنت ما تأذيش جارك، وفي الوقت نفسه ما تبنيش حاجة عالية، بحيث إن أنت أول ما تبص من فوق تبقى شايف كل الجيران بتاعك. فالإسلام بيحاول يحافظ على الحاجة ديت، ودي حاجة عنصر جمالي، إن البيوت كلها مثلا 4 أدوار أو 5 أدوار، في مدن كتيرة جدا بيشترط إن كل اللي هيبني يبقى 3 أدوار أو 4 أدوار. ودي ليها ميزة، الارتفاع الواحد ده من تيارات الهواء اللي تأثر على حرارة الجو في الحارات، مما يجعل الفرق بينهم ضعيف ويحميها من متقلبات الطقس الخارجي. وولي مصر كتب لعمر بن الخطاب في رجل أحدث غرفة على جاره، ففتح فيها قوة، فتح فيها شباك ويندو نافذة، فقال لك عمر، قال له إيه؟ أن يوضع وراء تلك القوة سرار يقوم عليها رجل، فإن كان ينظر المفاد في الدار، لو في واحد وقف وشاف الجار يعني مكشوف على جار على الجار وقادر يشوف كل حاجه في البيت، اتمنع من ذلك. ولو هو ما قدرش يشوف حاجه خلاص نسيب الحاجه زي ما هي. والامام سحنون سال الامام ابن القاسم: ارايت الرجل يريد ان يفتح في جدار قوه او بابا يشرف منها على جاره فيضر ذلك بجاره، والذي فتح انما فتح في حق نفسه، يعني انا فتحت في شباك بتاع شباك، بس الشباك ده بيأذي جاري بان انا شايف كل حاجه عنده. فقال الإمام ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: ليس له أن يحدث على جاره ما يضره، وإن كان الذي يحدث في ملكه. يعني لو أنا بعمل في بيتي أنا في الشباك بتاعي في حي أنا في الحيطة تحت أنا، بس أضر جاري ممنوع، أما لو كانت موجودة فلا يجبر على إزالتها. يعني لو هي مبنية من زمان وجاره هو اللي بدأ يبني بعدية، ما نقدرش نحشرها. أرأيت إن كان له على جاره قوة قديمة أو باب قديم ليس فيه منفعة وفي مضرة على جاره، أجبره أن يغلق ذلك على جاره؟ قال: لا يجبره على ذلك، لأنه أمر لم يحدث دسه عليه، يعني مش هو اللي عامل الموضوع ده. وسئل الإمام ابن القاسم عن جدار بين دار رجل ودار جاره: مال مالا شديدا حتى خيف انهدامه، يعني الحيطة بتاعتي هتميل وهتيجي على جاره، إذا شكل ذلك جاره وما خاف من أذيه وضرر أن يأمر صاحبه بهدمه؟ قال: نعم، واجب عليه أن يأمره بهدمه. وروى عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن ابي وقاص، فجاء المصور ان مخرمه فوضع على احدى منكبي، اذ جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما ابتعهما. فقال المصور: والله تبتعهما يا سعد. قال سعد: والله لا ازدك على 4000 منجمه او مقطعه. قال ابو رافع: قد اعطيت بهما 500 دينار، ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار احق بصحبه، ما اعطيتهما ب 4000، وانا اعطي بهما 500 دينار. فأعطاها إياه، وصاب القرب أي أحق بدار الجار القريبة منه. يعني لو أنا بيع البيت فالأولى بالشراء الجار، ممكن عايز يوسع على نفسه أو حاجة زي كده. وقد استدل بالحديث: من رأى الشفعة للجار وإن لم يكن شريكا. ومن ذلك إذن الجار لجاره أن ينتفع بجداره فيما لا يعود عليه بضرر، مثل غرز خشبة فيه وربط حبل أو إسناد حائط، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني لو الخشبة دي مش هتضر الحيطة بتاعتي أو مش هتضر بيتي، لا مش من حقي إن أنا أمنعه، خليه، ده من حسن الجوار إن أنا أخليه يدق المسمار أو يدق الخشبة اللي هو عايزها. طيب، ومن ضمن القواعد برضو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض. روي أن حدادا ابتنى كيرا، يعني مكان بيسخن فيه الحديد ده، في سوق المسلمين، فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه قال: لقد انتقصتم السوق، ثم امر به فهدمه. يعني المفروض الحاجه دي تبقى بعيده عن المنطقه السكنيه، يعني لو واحد حداد وبيدق بصوت جامد ويضر الناس، لا، لينا ان احنا نؤمر بان الحاجه دي تبقى في مكان محدد، منطقه صناعيه او حاجه زي كده. وذهب الامام اشهب المالكيه ان للسلطان ان يامر بهدم ما اعتدى عليه على الطريق العام. لا يجوز لأحد البناء على شاطئ النهر للسكنة أو لغيرها إلا القناطر المحتاجة إليها. محدش يبني ويمنع الناس من إنها تشوف الشاطئ بتاع البحر أو النهر. إن الرجل يكتري الحنوطة من الرجل ولا يسمي له ما يعمل فيه، وعمل فيه حدادة أو القصارة أو الطحانة،
ولا ابن قاسم. إذا كان ذلك ضرر على البنيان أو فسادا للحانوت فليس له أن يعمله. يعني لو أنا أجرت مكان محل وعملت فيه صوت جامد أو عملت فيه إزعاج، لا المفروض ده يتقفل. وضعف العلماء حديث ولا تستعل علي بالبناء فتحكم عنه الريح إلا بإذنه، وإذا شربت فاكهتك فهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ويخرج بها ولدك لغذا به والده، ولا تؤذي بقطار قدرك إلا أن تغرف له منه. والأقرب أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام الحكماء والفقهاء، وهو في إحياء علوم الدين. وسكان مدينة رشيد في العصر العثماني على سبيل المثال اعتادوا إذا كان المنزل واجهتان على شارعين أن يوضع باب المنزل في الشارع الأكثر خصوصية، الشارع الجانبي اللي بيرتدوا مرة عدد قليل. يعني لو أنت على نصيحة شارعين على الركن بتاعهم، فخلي الباب في ناحية الشارع الصغير ده مش قاعدة بس، ده اللي اعتادوا سكان أهل رشيد. ومن الحاجات المنهي عنه اللي هو الطرف والزخرفة الخارجية، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وفي آية أخرى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فعشان كده المهندس المفروض يبرع في استغلال الأماكن والفراغات. وفي برضو الوسطية، ولا تجعل يدك مغلولة في عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوبة محصورة. وفي حديث إذا أراد الله بعبدا شر أخضر له اللبن والطين حتى يبني. فده الحديث ده حمله العلماء على الفخر والكبر مش للحاجة، يعني هو عايز يبني خلاص. فجاز العلماء أن تبني أعلى من 7 أذرع ارتفاعا للحاجة، وأن تكون بعيدا عن الكعبة. منطقة الكعبة العلماء قالوا ما تبنيش مبنى عالي، يعني العلماء كتير جدا اعترضوا على برج الساعة وعلى الفنادق الكبيرة المبنية دي، لأن دي قاعدة، القاعدة دي أصلا بتناقش فيها مع ناس كتير جدا غير مسلمين. المكان المقدس ما ينفعش تبني فيه حاجة عالية. أنا كنت بطوف الكعبة، وطول ما أنت بتطوف شايف مبنى أعلى، المفروض ما يبقاش فيه مبنى أعلى من الكعبة. يعني سبحان الله، أنا حتى اتكلمت مع هندوس ومجوس، حتى في إسرائيل ممنوع إنك تبني حاجة عالية جنب المسجد الأقصى. الله المستعان. ومنهي عن البناء لغير الحاجة. وكتب عمرو بن العاص إلى عمرو بن الخطاب إنك قد اخطأت لك ضررا عند المسجد الجامع، فرد عليه إني لرجل بالحجاز تكون له ضررا بمصر، فأمره أن يجعلها سكن المسلمين. عمرو بن العاص بيقول لعمر الخطاب إحنا عملنا لك كده إيه دار حلو قوي لما تيجي جنب المسجد عمرو بن العاص. فقال له أنا في الحجاز، إيه اللي هتعمل لي بيت في مصر وأعمل لك إن أنا باجي مصر كل يوم؟ خليها سوق المسلمين، فإن كان لفائدة فلا بأس. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وكان عمر بن عبد العزيز يرى أن المال الذي أنفق على بناء الجامع الأموي لم يكن في موضوع، ده اللي بناه اللي قبليه عبد الملك بن مروان، وأن بيت مال المسلمين قد تأثر بسبب ذلك، فأمر بنزع الجواهر الثمينة واستغنى بالحبال عن السلاسل الذهبية. يعني شال السلاسل الذهبية وبدأ يبيعها وياخد الفلوس دي يحطها في الخزانة. عشان كده الناس تسأل ازاي في سنتين عمر بن عبد العزيز قدر يعمل الثروة الرهيبة اللي بيت المسلمين. أولا هو ما سرقش، وأي حد كان بيسرق كان في شبهة بس يروح يمشيه، لدرجة إن هو عزل كل من ولاه الحجاج بن يوسف الثقفي، حتى واحد كان ولاه الحجاج بن يوسف الثقفي يوم واحد راح عزله، فقال له يعني أنت عزلني إزاي ده هو يوم واحد؟ قال له كفاية إن هو راضي بيك، اللي الحجاج بن يوسف يرضى عنه أنا ما رضيش عنه خالص. وبعد كده أمر أحد الناس اللي معاه إن هو ينادي يعني يبيع كل ممتلكات الأسرة الأموية. فهو الراجل كان شديد شوية، وعشان كده قتلوه بعديها، يعني بعد ما عمرو بن عبد العزيز مات أو قتل، راح جاي الراجل ده لما لقى الفلوس دي كلها بقى يقول للناس كده في السوق تعالوا الأموال الظلمة، تعالوا الأموال الظلمة، وزع الفلوس دي على الناس. تمام، يعني كان أمراء بقى ومعاهم حاجات كتير جدا. ف عمر بن عبد العزيز رغم ان هو كان منهم ومناسبهم و راح موزع الحاجات دي كلها. فهو استغنى بالحبال عن السلاسل الذهبيه التي علقت فيها المصابيح، لكنه لما علم ان بعض سفراء الروم لما زاروا استعظمه واعتظم بناء، قال ان من يبني مثل هذا البناء لابد وان تكون دولته قائمه الى امد طويل. لما علم بذلك ترك ما عزم عليه من نزع نفسه، ساب بعض الحاجات بحيث يبقى شكلها جميل جدا، بحيث ان هو يبهر غير المصريين.
ودعا الإسلام إلى الاقتصاد في الاستهلاك، ومثال ذلك مرور الرسول صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص وهو توضأ، فقال له: لا تسرف في الماء. قال سعد: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. الحديث صحيح. في برضه مبدأ من القواعد في البناء: ارتكاب أخف الضررين. فاتفق الفقهاء على ارتكاب أخف الضررين، ومن ذلك القضاء على الجار بأن يأذن لجاره في أن يدخل الأجراء والبنائين من داره لأجل إصلاح داره. يعني لو أنا البيت عندي فيه مشكلة، يبقى جاري يسمح لي إن أنا أدخل العمال اللي يصلحوا الجدار بتاعي. والكائن من جهة ارتكاب الأخف الضرائب، هما دخول دار الجار وضرورة الإصلاح، ودخول دار الجار أخف. ويؤخذ من هذا أن منزل كنيف الجار إذا كان في دار جاره فإنه يقضي على الجار، فإن يأذن الجار بإدخال العمال في داره. يعني برضو خلينا نقولها بشكل حديث شوية، لو أنا الحمام بتاعي بيشع مية على الجار بتاعي اللي تحتية، فجاري يأذن لي إن أنا أدخل عمال عنده البيت يصلحوا الجدار أو يصلحوا السقف اللي عنده، على أساس إن هو ما يقعش بيا، وبحيث إن هو ما يضرش اللي تحت. ومكان مخصص للنساء كما يقول عنترة: وأغض ظرفي إن بدت لي جاراتي حتى يواري جاراتي مأواها. فدي من حاجات اللي بيقول لك المشربية والحرام لك والحاجات دي. من برضو القاعدة الإسلامية عدم استقبال الحمام للقبلة أو استدباره، والكلام ده بالتفصيل في الموضوع دوت. وعندنا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل قالوا: لو في حيطة أو في قلب مبنى ما فيش أي مشكلة خالص في الموضوع، تمام. إنما الإمام أبو حنيفة وتابعه ابن تيمية قال لك إن هو لا، يحرم هذا حتى لو أنت في قلب بيت وفي حوائط وحاجات زي كده، تمام. فدول الآراء في الموضوع دوت. ولو أنت بتصمم حاول تتجنب الموضوع دوت، لو ما قدرتش وهيعمل لك مشاكل كتير وهيكلفك وكده، ما فيش أي مشكلة، ليس عليك ذنب، تمام. وحديث أبو أيوب الأنصاري إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة واستدبروها، ولكن شركوا وغربوا. العلماء حملوها على في الصحراء في الخلاء، تمام. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فنحرف ونستغفر الله. ولو أنا دخلت بيت مش ليا إن أنا أسأل الراجل الحمامات دي في اتجاه القبلة ولا مش اتجاه القبلة، لا، ما تقلقش الموضوع ده. وفي برضه من القواعد الإسلامية ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. وهناك أحكام حتى للمزاريب، يعني حتى المزراب اللي هو موجود في البيوت عشان تصرف المية دي لها أحكام شرعية وتنظيم وضع المازيب. لما كانت المياه المصرفة من المازيب تلقى في الغالب في شبكة الشوارع المحيطة بالمنشأة، ما قد ينتج عنه خلافات بين الجيران أو أضرارهم بالشارع في ظل التعقيد الشديد لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وكثرة تعريجها وضيق دروبها، فيلجأ فيها إلى القضاء والفقهاء، وبرجوع الأحكام الفقهية المتعلقة بشبكة الصرف الإنفراستراكشر في المدن الإسلامية، اتضح أنها لم تغفر ذلك بل نظمت إنشاء هذه الميازيب، فشرعت بجواز إنشائه في الطريق النافذ ما دام لا يضر بالعامة ولا يملك أحد منعه. مستندا الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نصب ميزابا في دار العباس رضي الله عنه. ابو حامد المقدسي: الفوائد النفيسه الباهره في بيان حكم شوارع القاهره. وذهب الى ذلك الشافعيه والمالكيه، وشرط المالكيه رفعوا عن رؤوس المارين رفعا بينا. وذهب ابو حنيفه في والمذهب الثاني انه ان لم يضر اهل السكه جاز. وذهب الى ذلك الامام ابو حامد من الشافعيه، وقال ابن حزم: يجوز ذلك كلهم من غير قيد او شرط. وأذكر أيضا أن قدامة في المغني أنه لا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم اللي هو الطريق الكبير أو الطريق الأساسي أو المين ستريت، ولا يجوز إخراجها إلى درب نافذ إلا بإذن أهله، لازم تستأذن من الناس قبل ما تحط الميازيب. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية: يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم، لأن عمر رضي الله عنه اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا للطريق في قلعة، فقال العباس: تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال: والله لا نصبته إلا على ظهري، أنا هوطي وتطلع في ظهري وترجعه، لان انا كنتش عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، وانحني حتى صعد على ظهري فنصبه. وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالغير فعلي ما لم يكن دليلا على اختصاصي به، ولا ان الحاجه تدعو الى ذلك، ولا يمكنه رد مات الى الدار مائه الى الدار، ولا ان الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الاسلام من غير نكير، ولا ان هذا التصرف هواء مشترك بينه وبين غيره بغير اذنه فلم يجوز، كما لو كان الطريق غير نافذ، ولانه يضر بالطريق اهلها
فلم يجوز كبناء دكة فيها أو جناح يضرب أهله. ما ينفعش تعمل حاجة في الشارع تأذي الجيران بدون ما تستأذن منهم. وقد وصف الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية والولايات الدينية طريقة بناء اللبن في حوائط المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مشير إن الرسول صلى الله عليه وسلم بناه 3 مرات، الأولى بالصميت وهو لبنة أمام لبنة، والثانية بالضفرة وهي لبنة ونصف في عرض الحائط، والثالثة بالأنثى والذكر وهي لبنتان تعرض عليهما لبنتان. وبذلك نرى اختلاف أسلوب البناء لما كثر عدد المسلمين وتم زيادة مساحة المسجد، مما يدل على أهمية تطويع أسلوب البناء ليخدم وظيفة المسجد أو أي مبنى آخر. فكلما كثر عدد المستعملين زاد الاهتمام بمتانة البناء. وفي بناء البصرة، ولما وصلت الرسالة إلى عمر قال: هذه أرض بصرة قريبة من المشارب والمرعى والمحتطب، فكتب علي أن أنزلها، فنزلها وبنى مسجدها من قصب، وبنى دار إمارتها دون المسجد في الرحبة التي يقال لها رحبة بني هاشم، وكانت تسمى الدهناء، وفيها السجن والديوان وحمام الأمراء بعد ذلك لقربها من الماء. فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب ثم حزموه ووضعوه حتى يعودوا من الغزو فيعيدوا بناؤه كما كان. والأفضل أن يبنى بالمواد الخام الموجودة في المكان، زي ما كان المهندس حسن فتحي بيقول لك: انظر تحت قدمك وابني. تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جهاز حجرتها فتقول: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه آدما حشوه ليف، لم يكن في بيت عائشة غير فراش واحد في أول الأمر، ثم رزقت فراش آخر وضم بعد ذلك الأساس حجرتها بعض الوسائد، ولم يكن في بيتها مصباح. والمسجد نام وكشف فيه مصباح حتى جاء تميم الداري وحط مصباح في المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا. كانت حجر عائشة في شرقي المسجد، وكان بابه من هذه الحجرة وقع داخل المسجد النبوي على جهة الغرب، وكأن المسجد النبوي صار فداء لها. وكان عرض الحجرة 3 أو 7 أذرع، جدرانها من الطين وسقفها من جريد النخل قصير النمل، وكل من يقف مغشاه من الخارج بمسوح شعر لكي تكون وقاية من المطر. وكان المسجد مصراع واحد من عرعر، هو نوع من الشجر الشيوعي في الحجاز أو ساج، وكان في جنب الحجرة مشربة أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهر زمن الإيلاء. ويجوز إدخال التكنولوجيا الحديثة في المباني وفي المسجد في الإضاءة والتكييف وانتقال الصوت وما غير ذلك، مع الاعتماد الأساسي على الإضاءة والتكييف وانتقال الصوت الطبيعي. وروى القرطبي في المجلد السادس صفحة 274 عن أبي هند قال: حمل تميم الداري معه من الشام إلى المدينة قناديلا وزيتا ومقتا، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك يوم الجمعة، فأمر غلاما له يقال له أبو البراد، فقام بشد المقت وهو بضم الميم المقت وسكون القاف والحبل، وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتل. فلما غربت الشمس أسرجها، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فهو يزهر. قال: من فعل هذا؟ قال: تميم. قال: نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة. وروى صاحب الاستيعاب عن سراج غلام تمام الداري قال: قدمنا على النبي عليه السلام ونحن 5 غلمان لتميم الداري، فمن يعني تميم؟ فأسرجت المسجد، فأمرني تميم فأسرجت المسجد بقنديل في زيت، وكان لا يسجدنا إلا بسحف النخل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أوقد مسجدنا؟ قال تميم. قال تميم: غلامي هذا. قال: ما اسمه؟ قال: فتح. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بل اسمه سراج، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سراج. الفراغات تختلف الثقافات في توزيع فراغات المبنى اختلافا كبيرا او في الربط بينهم. في التراث الاسلامي نجد باحه صغيره قبل الوصول الى اصل المسجد من الاهميه بمكان توفير الخصوصيه والحرمه والحرمه لاهل البيت، والفصل بين جناح الاستقبال وجناح السكن. والحمامات لا تستقبل او تصد بالقبله، بتكون على يمين او يسار الجالس. والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة واللي اتهد قريب، الله المستعان، مناجم فيه مكان مخصص للعمل ومكان مخصص للعبادة، والجناح الأسري مستقل عن جناح الضيوف، والسلم الخارجي بانكسار حائط حتى يقلل رؤية الضيوف لداخل المبنى. ده المكان بتاع تجارة رأس السلام، ده الدرج سلم صغير مكان ولادة السيدة فاطمة، ده بيوزع، ده مكان المصلى بتاع رأس السلام، وده ممر مكان استقبال الوفود والزوار، طبعا منفصل عن البيت وغرفة النوم والمصلى بتاع رسول الله. ده للأسف يعني البيت ده تد قريب، ده ما يذكر تفاصيل،
ده الجناح الخاص بيه، زوار ومدخل غرفة الرفاه والسلام، عناصر العمارة السلام.